بعد إعلان تنظيم داعش الإرهابي مقتل القيادي أبو البراء المصري، حققت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني مؤخرا تقدما ملحوظا في مدينة سرت الليبية. مقتل أبو البراء المصري تم التعرف عليه من خلال تم قتله واستهدافه وتم التعرف عليه. طبعا هذا يعتبر مكسب للبنيان المرصوص ويعتبر خسارة للدواعش، يعتبر من أحد قادة الدواعش، وكان استهدافنا ليه نتيجة معارك قمنا بها، تم إصابته في أحد المعارك، وكان قتل متأثر بجراحة. بالنسبة لسير المعارك الآن في مربع صغير جدا أقل من الكيلومتر، تم تقسيم العمارة 600 على حي الجيزة أو منطقة الجيزة البحرية. بإذن الله تعالى خلال هاليومين هذين سوف يكون الهجوم مكثف على عمارة 600 لتطهيرها من الدواعش، بذلك لم يتبقى إلا حي الجيزة البحرية. كذلك الجيزة البحرية سوف تكون هدفنا الرئيسي في تطهيرها من الدواعش، وسوف نعلن انتهاء المعارك الكبرى داخل مدينة سرت.